اما داك الشرع هذاك تاكلو، هذاك تبلو وتشرب ميه وتخلاه المصريين. انا شخصيا هذا الشيء كامل انايا ما 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 داخلش ليا نهائيا لراسي. ثم هذا الاسلوب هذا اللي كتعامل به هذه السيده هذه، فانا اللي غادي غنوقف ليها فيما يتعلق بشخصي انا، لان هي ما غتصور حتى شي حاجه من داك الروينه اللي هي دايره دابا، واللي كتصحاب راسها كتعتقد بان راه ما عرفتش اش عندها فيها، او بان احنا راه غادي نتخلعوا ولا غادي نخافوا ولا حق الصحافه. واش هادشي كيخلعني انا؟ انا راه قلتها ليها، قلت لها خلي المحامون ديال المغرب كاملين ينفعوك ولا يفكوك ولا يخرجوك. انا بالعكس شتي نقول لك واحد القضيه، انا اخر حاجه نفكر فيها هي نفرق شي جوج الناس على بعضياتهم، خاصه الا كانوا الاولاد. وانا كنت كنقولها قبل ما تقوليها انت، كنقول انا الا خرجت بنت وحده ما نخرجكش انت بثلاثه اولا بجوج ولا، فهمتي؟ انا هو معاود ليا كل شيء وانا نضربها له في وجهه، ما عنديش مشكل. هو كما كيقولوا الناس اللي دابا ولات كنتواصل معاهم على قبله هو وعلى قبل هاد المشاكل باش تحلوا هذه، انا شي ما كنت عارفه هو خوف يقولها، كيقولك انا ما كنعرفش عليه غير انتيا ولا كنعرف عليه فرن الزهراء ولا، قالك هو متعدد العلاقات يعني كيعرف بزاف، قالك راه مرتو ديما كتشكى منه. انا هادشي مشيت على عندو وهضر معايا، وقبل اي شيء هو راه معروف عند كلشي شنو كيسوى، فهمتي؟ انا هادشي عاد بديت كنعرفو. الناس دمروني وانا ما مسامحاش ليهم، دمروا لي مستقبلي، دمروا لي بنتي، دمروا لي حياتي، ما مسامحاش ليهم غير غدا امام الله حسبي الله ونعم الوكيل ثلاث مرات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.